وفي العاصمة الروسية موسكو وقفة احتجاجية أمام السفارة الإسرائيلية لمنظمات شبابية روسية تضامنا ونصرة لسوريا شعبا وجيشا وقيادة في مواجهة المؤامرة والحرب الكونية ضدها. وتنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية ولوضع حد لهذه العربدة في المنطقة. تضامنا ونصرة لسوريا في مواجهة المؤامرة والحرب الكونية الشرسة التي تتعرض لها، شهدت العاصمة الروسية موسكو وقفة لمنظمات شبابية أمام السفارة الإسرائيلية، طالب المشاركون فيها المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي أن يضع حدا للعربدة الإسرائيلية في المنطقة عبر فرض حظر جوي لطيران إسرائيل الحربي فوق المناطق الحدودية مع سوريا ولبنان وفوق الأراضي الفلسطينية، مؤكدين أن حكومة نتنياهو تقوم بغارات جوية وتقصف متى تشاء ولا أحد في المجتمع الدولي يحاول ردعها. إننا جئنا إلى هذه الفعالية للتعبير عن دعمنا وتأييدنا للحكومة السورية وللمحاولة بوقف السلوك العدواني الإسرائيلي. إن ما يجري في سوريا ليس أزمة بل هو عدوان موجه من قبل الإمبرياليين الغربيين، مستخدمين في ذلك كل قوى الشر في العالم. والمجموعات المسلحة التي تحارب سوريا ليست سوى مجموعات من المرتزقة تمت لملمتها من جميع بقاع المعمورة وتحمل الخطر إلى كل بلدان العالم بغض النظر عن البلد الذي تحاربه، ولا يهمها إن كانت من المعارضة أو من خارجها، ويمكن أن تسمي نفسها بأسماء مختلفة إلا أنها قوى شريرة تقاتل من أجل المال فهم مرتزقة. إن روسيا دولة جيوسياسية عظمى ويجب عليها أن تدافع عن مصالحها، وسوريا في الوقت الحاضر تعتبر حدودا خارجية لروسيا. إن ما قامت به إسرائيل من عدوان ضد سوريا هو من قبيل الاستفزاز المدعوم من أمريكا، وإلا لما تجرأت إسرائيل على القيام بمثل هذا العدوان ضد دولة مستقلة وهي سوريا. إن منظمتنا تؤيد سوريا بقيادة الرئيس بشار الأسد، ونحن نقاتل معا ضد عدو مشترك يتمثل بالمتطرفين المرتزقة المدعومين من قطر والسعودية والأردن وتركيا. المتظاهرون الروس نددوا أيضا بالاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية وشجبوا مواقف الدول الغربية المبررة والداعمة للعدوان الإسرائيلية على سوريا، وشدد المشاركون في الوقفة على دعم وتأييد سوريا ضد الحرب المفروضة عليها، واعتبروا أن انتصار سوريا في هذه الحرب هو بمثابة انتصار لروسيا بحربها ضد الإرهاب الذي لن يستثنيها فيما لو حقق نجاحا في سوريا، معتبرين أن سوريا هي الجبهة الأمامية لروسيا في الحرب على هذا الإرهاب.